الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الأمجد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تزودوا للغد. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية أداء الحقوق، منها ما على الأولاد للوالدين، ما على الأولاد للوالدين كما ذكرناها، ومنها ما للأولاد على الأبوين كما سنذكرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن راعيته. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الوالد على الولد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه ويعلمه الكتاب إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويمد عنه الأذى، فإذا بلغ ست سنين أدب، فإذا بلغ تسع سنين غسل فراشه، فإذا بلغ 13 ضرب على صلاة، فإذا بلغ 16 زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال: قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره، أي لم يحمله على حقوق بسوء عمله. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وله الحمد في السماوات والأرض والعشي وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في شأنه من الشؤون، بديع السماوات والأرض كل له قانتون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون والجوهر المكنون وصاحب السر المسمون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
الذين هم فيما عند الله راغبون ومما لديه راهبون. فاتقوا الله يا عباد الله، ما لكم عن الله معرضون وعن الموت غافلون وبأمر الدنيا متساهلون وبأمر الدين متساهلون. فلا صلاة تقيمون ولا زكاة تؤدون ولا بمعروف تأمرون ولا عن منكر تتناهون. أفبهذه الدنيا تفرحون وفيها تمرحون، تسرحون على الذنوب وتروحون وكأنكم بها واثقون. ومن حوادثها آمنون وعما قريب عنهم تزولون. ومنها ترحلون ثم إلى الله تصيرون يوم يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاتقوا الله حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأصلحوا ذات بينكم واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون، ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم فكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وصلوا وسلم على نبيكم المأمون والشافع المشفع يوم تبعثون، كما أمرتم بذلك إرشادا وتعليما لقوله الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستات الباقين من العشرة الكرام المبشرين بالجنة، وعن عم نبيك حمزة والعباس وجميع صحابة رسول الله، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجنبنا الفواحش منها ما ظهر وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين وفك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين وتب على العصاة والمذنبين من أمة محمد أجمعين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاثة وينهاكم عن ثلاثة: يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله أكبر.